المبيت بمزدلفة ومن شعائر الحج، وهو من الأمور التي تطلب بين الوقوف بعرفات وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام. والمبيت بمزدلفة لا يشترط فيه أن ينام الإنسان كما تعلمون، وإنما يراد منه أن يكون بمزدلفة تلك الليلة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا السياق كما يظهر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه بقي بمزدلفة، فبمجرد أن وصل صلى صلاتي المغرب والعشاء، جمعهما جمع تأخير بأذان وإقامتين، كما تدل على ذلك أوضح الروايات وأصحها، أذن أذانا واحدا عند ذلك الوقت كما بينا من قبل، إنما هو وقت صلاة واحدة، أما الصلاة الأخرى فقد خرج وقتها، ومن هنا فإنه يؤذن لصلاة واحدة، وهو أقام لصلاتين. والثابت عنه أنه صلى مباشرة، صلى المغرب مباشرة قبل أن ينزل الرحال، أي قبل أن يريح الجبال، الجبال كانت عليها الرحال، وهو قبل أن ينزل الرحل والأمتعة من ظهور الجبال صلى المغرب صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى المغرب وسلم منها أمر الناس أن يريحوا، أن ينزلوا، أن يريحوا الجبال وأن يحطوا رحالهم. بعد أن صلى المغرب وقبل أن يأمر بلالا بالإقامة لصلاة العشاء، وقد أخذ منها بعض أهل العلم وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته بالصلاة لأنها كانت مؤخرة عن وقتها، أخر المغرب عن وقتها إلى وقت العشاء، قالوا من شدة عنايته بالصلاة أقامها فور وصوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى المغرب تذكر الجبال، تذكر الحيوانات وأن الناس لم يحطوا منها الرحال، ومن شدة رحمته المتأصلة في قلبه صلى الله عليه وسلم لم يصلي العشاء بل أخرها لأنها في وقتها، وأمر الناس حينها بأن يحطوا الرحال من الجبال. وأنتم تعلمون أن حط الرحال من مثل هذا الجمع الكبير لابد له من وقت، ليس باليسير، إلا أنه من شدة رحمته أمرهم بأن يحطوها، فحطوا الرحال من ظهور الجبال، وبعدها أقام الناس لصلاة العشاء، أقاموا لصلاة العشاء فصلاها صلى الله عليه وسلم حينها، ولعله صلى الوتر بعدها. ثم كما جاء في ظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه نام صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الفجر. لذلك أخذ جمع من الفقهاء أنه لم يقم الليل في تلك الليلة، وإنما نام إلى طلوع الفجر.